السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في شهيوات مغربية مع القيا. اليوم غادي نوجد واحد مقبلة اللي كتكون مزيانة في هذا الوقت، كتنكل بزاف في هذا الوقت، ماشي بحال المرقة بنادم كيتتني طلع له المرقة في الراس. هكا واحد المقبلة تجي في الغداء وتجي في العشاء خفيفة، هي دنجر معمر بالفلفلة ودنجان نيس مقطع، طريفه الدنجان مقطع ومطيشه. نبداو على بالمقادير والطريقه ديال التحضير. هنا عندنا مطيشه مقطعه وفلفله مشويه مقطعه وجوج دنجالات، قياس جوج دنجالات مقطعين. نزيدو عليهم هريسه، معلقه ديال الفلفله حمراء، نص معلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال الكمون. هنا عندنا القزبر والمعدنوس ندقوق مع جوج ريوس ديال الثوم ديال فصوص، فصوص ديال الثوم والملحة. شوية ديال الزيت نباتية، اللي بغا يدير زيت الزيتون يديرها على حسب كل حسب الذوق بنادم وشنو. غنخلطو هادشي هاد المقادير ونردوها على النار تشحر. نخلي واحد تشحر هذيك البصله ديك الفلفله والدنجان مزيان ويعقدوا المريقه ديالهم توقف، وندوزو نعمرو الدنجال وان شاء الله هذا الطبق بسيط وسهل ودغيا كيوجد. غير ديك الشويه الاول منين يتشوى الدنجال والفلفله وتبغي تنقيهم ما تغسليهمش بالماء، مسحي غير يديك هكاش ليهم بالماء ومسحي ديك القشره ديالو اللي كتكون تحرقات. يلا خواتينا غنسين حتى يتشحر تشحر سميتو المقيلة ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. هيا اخواتي بعد ما تشحرت لينا الفلفلة والدنجال ومطيشة غندوزو باش نعمروهم. نحلوهم في الوسط، نجي نحلوها في الوسط ونعمروها. غادي نردوها على النار تشحر، نرجعو نقلبوها كل دنجالة نرجعو نقلبوها من الجهة الأخرى وتشحر حتى هي، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال هاد الوصفه ان شاء الله. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، دنجال معمر بفلفله ومطيشه مشرملين مع مزيودات حارين وزويتنات حامضين تاهما ديال الدار وموجدتهم في الدار. نتمنى اخواتي تعجبكم هاد الوصفه، هي بسيطه وفي متناول الجميع واكله اللي كتحبوبه في هاد الصيف احسن من المرقه. وهذا هذه مقبله كيزعم عليها بنادم ياكلها في الصباح ولا في العشيه مع العشاء. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا، وما تنسونيش بالدعم به اللي به كنستمر وكنقلب على كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر وصفه جديده ان شاء الله.